إنه يوم تسوق، فأسرع يا رجل، قالت الزوجة الغاضبة وهي تشير إلى البقرة. نهض الزوج مطرقا رأسه ومذعنا لها في الحال، وسارت البقرة أمامه إلى السوق. عندما بلغ نهاية القرية ومدخل السوق، مرر يده عليها وهو يداعبها، فشعر بغتة بقشعريرة مرت تحت يديه، وطرق أذنيه صوت حزين، ولكنه واضح: عد إلى بيتك، فبقرة اليتامى ليس لها شار. سحب الرجل يده في فزع، نظر يمينا فشمالا، أدخل أصابعه في أذنيه ومكث بعض الوقت لا يدري ما يفعل، ثم قرر أخيرا أن يتابع طريقه. وصل إلى مكان بيع الماشية، وهناك لم ينتظر طويلا حتى أتاه شار، غير أن القادم ما إن فتح فمه ليسأل ويفاوض عن السعر، حتى عاد الهاتف من جديد يصيح بصوت أوضح من ذي قبل: ابتعدوا يا ذوي الإحسان، فلا يمكن أن يكون لبقرة اليتامى شار. ابتعد الرجل مذهولا وهو يردد أدعية، وكذلك كان الأمر مع كل من قصد البقرة، الثاني والثالث والرابع والخامس. كان الصوت الغريب يعلو في كل مرة، ومع آخر زبون صاح الهاتف في نبرة قاطعة تدل على نفاد الصبر: ابتعدوا أيها المحسنون، فبقرة اليتامى لن يكون لها شار أبدا. ابتعد الناس عن البقرة في خوف، وعم الخبر السوق بأكمله، فراح الجميع يتهامسون ويتحدثون عن إحضار أحد الأولياء أو حتى رجم الرجل. وما إن سمعهم والد اليتامى يقولون ذلك حتى فر، والعار والندم يعتريانه. ما إن رأت زوجته البقرة تعود معه حتى على صوتها بالشجار والصراخ، وتوعدت البقرة بالعقاب الشديد: سيكون حسابك معي من اليوم فصاعدا، أنا أم عائشة التي صيرها عوراء، والتي لن يرغب بها أحد بعد الذي فعلته بها. غير أن البقرة لا مبالية عادت إلى مكانها وجثت لتشتر. بعد أيام قليلة حضر إلى البيت رجل ضخم أسود اللون قبيح الخلق، يحمل معه ساطورا وفأسا، وكان هذا الرجل جزار القرية المجاورة، أرسلت أم عائشة في طلبه دون علم زوجها. بعد أن قدمت له الطعام فكت رباط البقرة وأخرجتها إلى الفناء وهي تجرها وتوسعها ضربا بالعصا. الزوج لرؤية ذلك، أما حسين وفاطمة فقد شحب لونهما وتجمدا بمكانهما، بينما راحت عائشة تحضر الحبل لأمها في سعادة. كانت البقرة تنتظر في حيرة ما سيقدم عليه الرجل الضخم الواقف أمامها، ودون حراك تركته يربط قوائمها، ثم اندفع بكل قوة، أسقطها أرضا وشد على عنقها، ثم طلب خنجره. عندها أدركت البقرة أنها ستذبح، فأطلقت خوارا مرعبا خالطه يأس مر دو بأرجاء البيت، سرعان ما قطعه الجزار بحركة خاطفة منه. هرب حسين وفاطمة فزعا من هول ما شاهدا، وركضا حتى بلغا المقبرة حيث ترقد أمهما، وجلسا عند قبرها مجهشين ببكاء حار. لم يفكر الطفلان في العودة إلى البيت بعد الذي حصل، فتابعا المسير عبر القبائل والقرى، وكانا يبيتان الليالي في المساجد. ظلا كذلك 7 أيام. في الصباح التالي بينما هما سائران على غير هدى،
إذ وجدا أنهما قد أصبحا قريبين من قريتهما بعد أن عبرا مسلكا قليلا. ما يتردد عليه المارة كان يجران الخطى في ثياب رثة وهما متعبان، وقد نحل جسداهما، وعند منعطف الطريق شاهدا أباهما وبالكاد تعرفا إليه. اقترب الأب منهما وهو يهمهم بكلمات غير مفهومة. كانت ثيابه بارية وشعره أشعث وعيناه ذاهلتان. أخذ يضرب الأرض بقدميه وهو يدور حول نفسه ويحرك ذراعيه ويصيح ساخرا: انظروا إلى أبناء المجنون، ها هم، ها ها الخنجر الكبير الأحمر، ها ها الجزار الأسود. ثم اندفع نحوهما فركضا خوفا قبالة سياج الحقل وأغمضا عينيهما، وبعد هنيهة نظرا حولهما فوجدا الأب قد ابتعد واختفى بين أشجار التين عند منحدر التل. كانت تلك آخر مرة يريانه بها. لم يجد الصبيان الشجاعة الكافية للعودة إلى البيت، وفضلا أن يعرجا على الحقل حيث كانا يصطحبان البقرة كل صباح ليشربا من ماء النبع ويستريحا من عناء الطريق. لم يبق من أثر البقرة إلا الفضلات مخلفات الذبح الذي تركته زوجة الأب هناك نكاية بهما، وقد أيقظت رؤيتهما عند الطفلين مشاعر الحزن. فانحنت فاطمة إلى ما تبقى من صديقتها البقرة تريد تقبيلها، لكنها رفعت رأسها فجأة في تعجب ونادت أخاها. اقترب الأخوان وبلطف أخذا يبعدان البقايا، فانكشف لها ذرعان نبتا من الأرض كما ينبت الفطر في البراري. جثا حسين على ركبتيه بالقرب من أخته وأخذا يرضعان منه ودون تردد. ومنذ ذلك اليوم قررا العودة ثانية إلى بيت أبويهما الذي لم يجرؤ أحد على طردهما منه. كانا يخرجان كل صباح إلى الحقل كما اعتادا ويعودان ليلا ليناما، ويوما بعد آخر كانا يستردان قوتهما وزوجة أبيهما تلحظ ذلك فراقبتهما واكتشفت سرهما رغم حرصهما على إخفائه. كانا يخفيان الذرعين بعناية كل ليلة، لكنها اكتشفت ذلك وأعادت الكرة بإرسال ابنتها معهما. لكن عائشة كانت كلما حاولت أن ترضع كأخويها ملئ فمها دما بدل الحليب، فكانت تبصقه وتتقيأ من شدة التقزز ثم تعود مريضة إلى أمها. حاولت أم عائشة التخلص من الذرع بالقطع عدة مرات، لكنها كانت تفشل في كل مرة، فكانت إذا قطعتهما بالنهار ينموان قبل حلول الليل، وإذا قطعتهما ليلا ظهرا في الصباح من جديد. في الأخير اهتدت إلى أن الحل هو حرق الذرعين، فنزلت إلى الحقل وفي يدها دلو أحمر. أريد حليبك وإلا أحرقتك، قالت زوجة الأب، وانحنت إلى الذرع وعضت عليه بشراسة لتسحب الحليب وترى إذا ما أطيعت، فملئ فمها سائلا لا طعم له، لم يكن حليبا ولا دما، ولما لم تتأكد من طعمه ابتلعته علها تدرك ما هو. وما كان في نهاية الأمر إلا سم. عندما لم تجد فيه طعم الحليب أفرغت الجمر على الذرع وراحت تنظر إليه في سخرية وهو يحترق، ولما لم يبقى منه سوى الرماد حاولت فتح فمها للكلام، لكن الكلام غاب واستحال إلى شهقة سقطت على إثرها على الجمر ميتة. وهكذا انقطع مصدر الشر
وعاش حسين وفاطمة مع أختهما الصغرى عائشة، فعاملاها بالحسنى وتعلمت هي أن تحبهما، فعاشوا معا أيتاما متكاتفين. إذن الحكمة من هذه الحكاية هي أن صاحب الخير ينجو وصاحب الشر يلقى حتفه.